بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everybody. Today we'll talk about something which is very important. النهاردة هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي التصريف، كيف ننطق التصريف الثاني من الفعل. واللي همنا هنا التصريف الثاني من الفعل اللي هو الفعل regular verbs، الأفعال القياسية، الأفعال المنتظمة والتي ما نضيف إليها ED or ED. عندنا ثلاث حالات لإضافة الـ ED، أو عندنا ثلاث حالات بالتحديد لنطق الـ ED، يعني مش الـ ED ننطقها ED في جميع الحالات. طبعا ده بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على الصوت الأخير من الفعل، يعني ما هو الصوت الأخير للفعل؟ ما هو؟ هل هو تي؟ هل هو كي؟ هل هو ام؟ هل هو ان؟ او حرف متحرك؟ بالتحديد ما هو الصوت النهائي؟ على العموم عندنا ثلاث حالات. We have only three cases ان احنا ننطق الاي دي. الحالة الاولى بننطقها اي دي، اد. والحالة الثانية بننطقها تي اللي هي الاي دي. والحالة الأخيرة بننطقها دي. طيب ما هي الشروط لنطق هذه الأصوات بالتحديد؟ يعني احنا لما نشوف ED في نهاية الفعل في التصريف الثاني، which one should be pronounced ID, ID or T or D. الحالة الأولى اللي هنتناولها وهي أبسط حالة وقاعدتها بسيطة جدا، اللي هي النطق الـ ED كـ ID. عندنا مثلا مثال وهنا الفعل want، لما نضيف له ED هيبقى ايه؟ wanted. wanted. عندنا كلمة زي need هتبقى needed. needed. لو لاحظنا الفعلين دول want و need بينتهوا بالساوند ايه؟ ت أنت. يبقى الحالة الأولى بتقول إيه؟ بتقول لو عندنا الفعل المنتظم في حالة إضافة ED إليه وينتهي بالصوت ت أور دا، أولي ت أور دا، فهنا الـ ED تنطق ID زي الفعل wanted و needed. دي الحالة الأولى. الحالة الثانية إن إحنا بننطق الـ ED بالتمام زي ت، زي الصوت ت. طب امتى؟ هل زي ما كان في الحالة الأولى منتهية بتي ودي؟ طبعا لا. يبقى الحالة الثانية ننطقها تي في حالة ما إذا كان الفعل ينتهي بصوت voiceless. صوت voiceless. يعني ايه voiceless؟ يعني ما فيش vibration، ما فيش اهتزاز. لما تحط ايدك هنا على on your throat there is no vibration, there is no humming sound. ما فيش صوت زي صوت النحلة كده، ما فيش اهتزاز. يبقى لو لقيت الفعل بينتهي بحرف voiceless في الحالة دي الـ ED تنطق ت. على سبيل المثال الفعل المنتهي بالحرف P. P. P the voiceless. فعندي الفعل help هيبقى ايه؟ helped. helped. شوف اخر صوت نطقته ايه؟ ت. عندي لو منتهي بالحرف ك او الصوت ك، look هتبقى looked. looked. عندي اف، sniffed. sniffed. تلاحظ انه الاي دي اللي بنطقها في الاخر بنطقها ايه؟ ت وليس اي دي كما الحاله الاولى. عندي لو منتهي بجي اتش، وهنا الجي اتش بننطقها كساوند ف، ف زي كلمة لاف. في حالة الاي دي هننطقها لافت. لافت. she laughed at me. لافت. عندي اس اتش والصوت بتاعها ش تنطق واشت. واشت. she washed the dishes yesterday. she washed the dishes yesterday. CH. watch it.
watch it. He watched the movie last week. Watch it. لاحظوا الـ ED في النهاية نطقناها ت. SS أو double S. Kiss. Kissed. Kissed. The mother kissed her baby. Kissed. يبقى احنا آخر الـ ED اللي في الآخر نطقناها ت. عندي C وهنا تنطق س وليس ك. Dance. تبقى إيه؟ danced danced كما لو كانت اس عاديه. x fix fixed fixed. يبقى هنا القاعده بتقول ايه؟ في حاله الافعال المنتهيه بحرف voiceless عند اضافه الاي دي فهنا الاي دي تنطق ت. طيب الحاله الثالثه تنطق ايه؟ يبقى الحاله الاولى كانت id id، الحاله الثانيه ت، الحاله الثالثه د. الحالة دي إذا كانت الأفعال تنتهي بأصوات أو حروف voiced. voiced يعني voiced يعني هنا في use لمين؟ للvocal cords. الvocal cords احنا عندنا two vocal cords، فلو كان في humming sound أو كان في vibration يبقى الفعل الصوت ده بنسميه voiced. voiced زي مثلا عندنا الأمثلة حرف ال call، أقول إيه؟ called cleaned offered damaged loved used amazed rubbed claimed. طيب واحد يسألني كل دي consonant sounds، مال إيه أخبار ال vowels؟ هنا بيقول لي ايه؟ words الكلمات that end in a vowel اللي بتنتهي بصوت متحرك بنستخدم الحالة التالتة وهي الد. الد زي مثلا كلمة follow follow followed enjoy enjoyed play played tried 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 continued continued. فهنا كل الأفعال منتهية بأصوات حروف متحركة عند حالة النطق الإيدي تنطق دي مثل الحالة الثالثة. يبقى نلخص الكلام. We can summary up all of these rules. We have three rules. The first one الأفعال المنتهية ب T and D ينطق الـ ED في الحالة دي id. أما الأفعال المنتهية بـ voiceless sounds voiceless sounds بنضيف ت أو بننطق الـ ED ت. أما في حالة الأصوات الـ voiced بننطق الـ ED د. أما في حالة الـ vowels letters بننطق كل الـ ED اللي موجودة بننطقها مثل الحالة الثالثة وهي id. This is the end of our episode. دي نهاية الحلقة بتاعتنا. نرجو أنها تكون أمتعتكم واستفدتوا منها. وإذا استمتعتوا وإذا استفدتوا منها نرجو منكم تعملوا سبسكرايب هنا تحت عشان توصلكم كل ما هو جديد من الحلقات بتاعتنا. شكرا لحضرتكم وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله.